أهلا بكم من جديد. أنتجت دائرة التحقيقات الاستقصائية في تلفزيون وطن تحقيقا استقصائيا جديدا حمل عنوان أطفال يتلذذون بالكيماوي. إلى التفاصيل. أجساد صغيرة هشة تنتقي ما طاب لها من سكاكر وزواكي منتشرة في أسواقنا، لا تعي أن السم يختبئ في داخل بعضها. هو جهل الكبار وبراءة الصغار والضحية طفولة تنتهك يوميا في ظل رقابة ضعيفة. في هذا التحقيق نكشف لكم بالوثائق والفحص المخبري عن تلوث كيميائي في بعض الزواكي والسكاكر المنتشرة في أسواقنا. هذه الحضانة في مدينة رام الله تطبق حمية غذائية على أطفالها، فالسكاكر المصنعة ممنوعة على مدار الأسبوع باستثناء يوم واحد، والبديل عنها حلويات منزلية وعصائر طبيعية. لكن ما الذي دفع إدارة الحضانة للقيام بهذه الخطوة؟ فرط في الحركة والنشاط، قلة التركيز، يعني بطلنا نقدر نسيطر على الطفل كيف يقعد على الكرسي، يستوعب شو بنحكي، نسوي النشاطات. فحاولنا نخفف هاي الزواكي انه نخليها مرة في الأسبوع. بعد ما اتبعنا الحمية شفنا الفرق، صار التركيز عند الأطفال أحسن، صرنا نقعد على الكراسي ونستمع شو الناس عم تحكي. ما خففت الفرط في الحركة، الهايبر أكتيف يعني اللي كان عندنا كتير صار أخف شوي. ما تحدثت عنه مديرة الحضانة أكده أخصائي الطب النفسي للأطفال دكتور محمد الخواجة، مشيراً أنه يشخص أكثر من 20 حالة أسبوعياً بأعراض مماثلة. يعني هو إحنا فيش أبحاث رسمية عندنا في فلسطين إلى علاقة في الموضوع، بس أنا بقدر أحكي لك أنه أنا مثلاً السنة الفاتت كان يجيني تقريباً في الأسبوع 5-6، هل حالياً بازدياد ممكن توصل درجة 20 واحد 25 طفل عندهم فرط حركة أو زيادة في الحركة أو في خلل في السلوك عندهم في الأسبوع. فهاي الأعداد قاعدة بتزيد، فيها سكر كثير وفيها حتى بتعرف فيش في اهتمام، ممكن تكون فيها مواد الصبغة الأصباغ عالية جدا. هاي كلها طبعا بتأثر على الطفل، هاي بتزيد من حركة الطفل، بتأثر على خلايا الدماغ، بتأثر على إحنا اللي بنسميها البركات. كويس، ببطل عند الطفل بركات، تعرف الشخص في عنده بركات اجتماعية بتخليه يسيطر على حاله، يسيطر على تركيزه، يسيطر على تفكيره، يسيطر على تصرفاته. هاي الموضوع اللي فيه سيطرة بصير في عنده خلل، ببطل يقدر يسيطر. المعلومات التي ذكرها الطبيب دفعتنا للخوض أكثر في عمق هذه القضية، فقررنا فحص عينات عشوائية من السكاكر والزواكي المنتشرة في أسواقنا. وحدة الصحافة الاستقصائية في وطن استعانت بخبراء سحب العينات الغذائية في وزارة الصحة. سحبنا 14 عينة عشوائية من السكاكر وزواكي الأطفال في مدينتي رام الله والبيرة. العينات سجلت وتم ترميزها في بيانات رسمية توجهنا بها إلى المختبر المركزي التابع لوزارة الصحة. قام
قررنا فحص نسبة الألوان الصناعية فيها كونها الأخطر على صحة الأطفال برأي الكثير من الخبراء. عملية الفحص الكيماوي استغرقت مدة أطول من المعتاد كما أخبرتنا إدارة المختبر. انتظرنا على مدار أسبوعين إلى أن ظهرت النتائج. بعد استلام العينات المخبرية من قسم استقبال مختبر الصحة العامة المركزية، قام فريق قسم الكيمياء مباشرة بتحليل هذه العينات. وأثناء التحليل تم الكشف عن وجود بعض العينات الراسبة من كافة العينات التي تم فحصها. فحوصات الراسبة تم تأكيدها مرة أخرى حتى تتم تأكيدها بشكل نهائي أنها راسبة 100%. مجموع العينات المفحوصة 14 عينة، منها 13 احتوت على ألوان صناعية كيماوية، باستثناء عينة واحدة احتوت على ألوان طبيعية. عينتان مخالفتان تجاوزتا الحد الأقصى لما هو مسموح للأصباغ في التعليمات الفنية الإلزامية والمواصفة الفلسطينية والعالمية، حيث اعتبرتهما وزارة الصحة عينات ملوثة. العينتان المخالفتان، واحدة لمنتج محلي والأخرى مستوردة من تركيا، بلغت نسبة تلوث من مجموع العينات المفحوصة 15%. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ودور الجهات الرسمية الفلسطينية في الرقابة على مثل هكذا مواضيع، معنا اليوم في الاستوديو المهندس إبراهيم القاضي، مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني. أهلا بك باشمهندس. يسعد أوقاتك وأوقات كافة المشاهدين. اليوم لم نحكي عن موضوع المواد أو المسليات اللي تستهدف الأطفال، عم بنشوفها بشكل كبير في السوق الفلسطيني. نعم. بعضها بيكون مكشوف حتى في العارض، بعضها بيكون مش معروف مصدره. كوزارة اقتصاد أولاً كيف تتعاملوا مع هذا الملف؟ نعم، أولاً دعنا نأكد أنه من جديد من حوالي 3 شهور تم توقيع على استراتيجية السلامة الغذائية في فلسطين، والتي ستساعد أكثر على ضبط الأسواق لأنها ركزت على تحديد الصلاحيات لكل الجهات الرقابية، أو خلينا نحكي هي حددت مسؤوليات وليس فقط صلاحيات لكل جهة تقوم بدورها. كوزارة الاقتصاد طبعا احنا معنيين في هذا الملف كونه بمس سلامة المواطن الفلسطيني وليس فقط سلامة الأطفال، بل سلامة كل من يتناول هذه السلع. هذا من جهة، وأيضا تمس الاقتصاد الفلسطيني. صحيح. لأنه سيتم إتلاف كميات لا بأس بها كما حدث خلال العام الماضي، حينما يتم إتلاف كميات كبيرة أيضا هذه تكلفة مادية على هذه الخاصة، سيتم خسارتها، سيتم أيضا تكلفة على تلوث البيئة الفلسطينية. صحيح. من خلال هذه المنتجات أو بين قوسين هي عبارة عن نفايات وليست منتجات، إذا ما كانت تحتوي على مواد حافظة أو مواد ملونة أو أي نوع من المضافات الكيماوية أعلى مما هو محدد. كيف بتم إدخال المنتجات؟ يعني أنا نحكي بشكل عام عن المنتجات اللي عم تنباع بالسوق الفلسطيني، آلية إدخالها للسوق الفلسطيني. أولا لا يخفى على أحد أنه حاليا معنا معبر فلسطيني بالضفة الغربية بالتحديد، هناك معبر مثلا حاليا في غزة بإمكان الجهات الرقابية تقوم برقابة كل شحنة تدخل إلى القطاع، لكن في الضفة ما زلنا حتى هذه اللحظة بنعاني من عدم وجود المعابر، أنها تحتكم فقط إلى السيطرة الإسرائيلية كاملة، سيطرة دولة الاحتلال. بالتالي المنتجات التي تدخل السوق الفلسطيني لا يتم التركيز عليها لأنها ستكون للسوق الفلسطيني. لهذا السبب نعاني مشكلة إعادة فحص هذه المنتجات من الأسواق. هناك منتجات تكون قادمة من خلال وسيط إسرائيلي، وأيضا هذا عبء آخر أنه نكتشف السلعة موجودة بالسوق ومرة ثانية نرجع بأثر عكسي لنعرف من وين مصدرها. أحيانا نعرف مباشرة خلال ساعة خلال دقائق كنا عارفين، وأحيانا تقعد معنا أيام لنعرف مصدر هاي البضاعة،
لأنه ممكن يكون المحلات التجارية مع هش فواتير وهي مشكلة ثانية. كثير من المحلات بتشتري من تجار التجزئة أو تجار الجملة بدون فواتير. صحيح. أو بيقول لك فورد مر علي واشتريت منه. طب إيش بدك تقعد وقت لتعرف مصدر هاي البضاعة وتحيل القضية على المتهم الأساسي؟ لأنه صاحب السوبر ماركت الصغير أو دكان صغير هاي الحج أو الحجية أو الشاب الفاتح يسترزق في هذا البلد مش في داخل كل سلعة، المسؤول عن سلامة السلعة منتجها أو المزود الأساسي. وإحنا معنيين في هذول المزودين، معنيين في هذول المهربين اللي بيحاولوا إدخال المنتجات بدون إذن تسويق من وزارة الصحة. القانون بيحكي يمنع تسويق أي سلعة إلا بقرار رسمي بإذن تسويق من وزارة الصحة. هذا القانون، هذا نص صريح واضح. لكن للأسف بنشوف السلع في السوق نرجع بأثر العكسي، ما معهم إذن تسويق من وزارة الصحة. القانون بيحكي أنه في حال كان هناك أي شخص مخالف لهذه التعليمات هناك مخالفة له، هناك عقوبات. لكن القانون الفلسطيني برأيك هل هو فيما يتعلق بالعقوبات الموجودة في هذا القانون هي رادعة؟ بالنص الموجود هو النص رادع، لكن التطبيق يعني إحنا من جديد صرنا نسمع عن أحكام مثلا في محكمة بيت لحم حكمت 10,000 دينار وسجن سنتين على أحد تجار المواد الغذائية الفاسدة، لكن هي أحكام نادرة وليست أحكام عامة. طبعا إحنا نحترم حرية القضاء وأنه القضاء له سلطة تقديرية في تكييف القضايا والحكم فيها، لكن في النهاية إحنا دائما بنقول بنطالب القضاء في تشديد العقوبات على كل من يحاول تسويق منتج يضر بسلامة المستهلك في فلسطين، لأنه رح يلحق الأذى فينا وأنه هي جريمة حسب القانون مش مخالفة، وبالتالي يجب أن ترتقي إلى شأنها شأن التجارة بالمخدرات، التجارة في كل المواد الممنوعة الأخرى. ملف السكاكر والزواكر اليوم الموجود في السوق الفلسطينية، كيف وزارة الاقتصاد بتعمل فيه؟ وهل ضبطت يعني مخالفات في هذا السياق خلال العام المنصرم مثلا؟ بالتأكيد تم ضبط كميات لا بأس بها، يعني الرقم اللي متذكره كان هو 310 طن. لما تحكي 310 طن من مواد السكاكر رقم خيالي. صحيح. لا توقع أو لا نستطيع حتى تخيل عدد أيام العمل أو ساعات العمل لتضبط هذا الحجم من المنتجات. أنا ما بحكي على سكاكر فقط قومة، نحكي عن كل سكاكر الأطفال الموجودة، حتى أنواع العلك، بعض أنواع العلك كلها صبغة، كلها مواد كيماوية. بعض المشروبات الصغيرة هي سبريم كمان كلها عبارة عن مواد محليات صناعية وأطعمة وصبغات، وبالتالي تم إتلاف كميات كبيرة جدا وتم إحالتهم إلى القضاء لاستكمال الإجراءات بحق التاجر. نحن نقوم بالتصرف ومحاسبة المنتجات بإتلافها حسب القانون، لكن من يحاسب التاجر هو القانون من خلال نيابة الإجراء الاقتصادية والقضاء الفلسطيني. معظم هاي الزواكي والسكاكر وين كان مصدرها؟ من خلال أنتوا رصدكم لهذا؟ يعني في بعض التجار في استيراد مباشر تم استيرادها سواء من الصين أو من غيرها، وأيضا في كميات كبيرة أيضا دخلت من خلال الجانب الإسرائيلي، لأنه اللي هي اللي قاربت على الانتهاء. أما المواد المخالفة لا، هي بالغالب هي منتجات مستوردة. طيب اليوم قديش بتقيم حجم أو نسبة التشبيك ما بينكم وما بين وزارة الصحة ما بين المؤسسات والمواصفات والمقاييس فيما يتعلق بإدارة السوق المحلي؟ نعم، إحنا حاليا عندنا لجنة تنظيم السوق، هي لجنة تجتمع بانتظام ما بيننا بين وزارة الصحة ما بين وتطلب أيضا وزارة الزراعة والضابط الجمركية الأجهزة الأمنية الاتصالات جميع الجهات الرقابية في فلسطين، إضافة أيضا لاتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات الوطنية. هذه اللجنة هي مسؤولة بشكل أساسي عن تنظيم السوق الفلسطيني والتشبيك، بالإضافة أنه إحنا قمنا بصياغة وبناء مذكرة تفاهم ما بيننا بين وزارة الصحة والزراعة والضبط الجمركي بالتحديد ووزارة الاتصالات أيضا من أجل ضبط السوق بشكل أكثر. إن شاء الله سيتم توقيعها والإعلان عنها في يوم حماية المستهلك، هيك نتمنى لتكون يعني مناسبة نطلق فيها هذا الحدث، لأنه المذكرات انتعب فيها عدة ورش عمل، عدة لقاءات بيننا وبين زملائنا في الوزارات المعنية من أجل التكامل وما يكون في عنا عمل مزدوج
في السوق انه انا وهو، لا كل واحد فينا بيشتغل في حلقه معينه صحيح. في السوق وانتبه عليها. طواقم التفتيش كافيه؟ بالتاكيد لا، ما في الاعداد الكافيه الموجوده بالسوق لانه السوق مفتوح. لو كان السوق غير مفتوح لا هي كافيه وزياده، وباقل من هيك عدد ممكن نضبط السوق لو كان عندنا معبر، لو كان عندنا معابر. بس في ظل عدم وجود معابر يبقى هناك وضع طبيعي نقص فيها، بنستعيد بزيادتها مثلا. احنا طالبنا واجانا طبعا هذا العام اعتمادات ماليه، لكن احنا صعدنا على النقص العددي في التكامل بيننا وبين الشركاء. حاليا في تكامل من خلال لجان السلام العامه، هناك لجان السلام العامه اصبحت الان اكثر وعي باهميه عملها، وبالتالي هناك تركيز من خلال لجنة السلام العامة في المحافظات بالشراكة مع البلديات على الرقابة على المواد الغذائية. اليوم نحكي احنا عن دور الجهات الرقابية الرسمية، لكن ايضا نحكي اليوم عن دور الاعلام وايضا دور المواطن في هذا الموضوع، موضوع توعية المواطن، دور الاعلام. برأيكم هذا الملف قديش مهم كمان يكون يتم اثارته، يتم توعية المواطن، تسليط الضوء عليه من خلال وسائل الاعلام؟ يعني احنا ايمان مطلق بانه الاعلام بالسنتين الماضيين ليست فقط يعني 2016-2017 لعب دور اعلامي وتوعوي حقيقي. بجوز كان بعض التقارير اللي صدرت، هي ليست التقرير الاخير للتلفزيون، هناك في تقرير سابق مثلا للتلفزيون الوطن نفسه كان عندنا عده لقاءات معكم صحيح. حتى هون في نفس الموضوع لتسليط الضوء على قضايا تهم المواطنين وتهم المستهلك بشكل اساسي وترفع وعي المستهلك. لكن انا عندنا وجهة نظر هي تهوين الامور وتهويلها قد يؤدي الى نتائج سلبيه. احنا مع الاعلام الهادف، مع هاي البرامج اللي بتحقق خدمه سواء انها كجهات رسميه لنعيد مثلا اعاده برامجنا للرقابه على هذه القطاعات معينه اللي بترفع وعي المستهلك في نفس الوقت. لكن احيانا بنشعر بعض الاخبار خاصه في صفحات التواصل الاجتماعي بيتم تضخيم الامور اكثر من اللازم، واحنا ما مش معنيين نوصل لمرحله صحيح دائما هناك مصدر رسمي للمعلومه. نعم. بده واحد بيقدر يوصل له ارباك. احنا بالعكس احنا بشكر زملائكم في التلفزيون اللي اخذوا معلومات بشكل مهني تبعت البرنامج، اخذوا تعيينات، وزاره الصحه هي اللي اشرفت عليها صحيح. مش اجتهادات شخصيه صحيح. بنتمنى انه يكون بالفعل الاعلام دائما يسلط الضوء على القضايا بتهم المستهلك، وبنتمنى كمان على الاعلام انه قضايا المستهلك ليست فقط مواد غذائيه، هناك قضايا اخرى تهم المستهلك. ربما ناقشنا موضوع ملابس سابقا صحيح. ايضا هناك العاب الاطفال، هناك اطارات سيارات خلال عام 2017 بدانا فيه، وخلال عام 2018 راح يكون تركيز حقيقي على الرقابه على اطارات السيارات وقطع غيار السيارات وغيرها، بعض القطاعات اخرى مثل المبيدات والاسمده وغيرها، السجاد، هناك كثير من القطاعات بتمنى الاعلام يركز عليها. ايضا سؤال اخير استاذ ابراهيم، بعد عرض هذا التحقيق هل اعطاكم اي اشاره ممكن تعملوا خطه تغيروا ممكن او مثلا تستكملوا خطواتكم في هذا السياق؟ بالتاكيد احنا رح نستكمل، وحكيت مع الاخ نصار مباشره انه زودنا كمان بالنتائج لانه ربما لكل عين نظره صحيح. احنا لا ندعي، واقولها عدة مرات، لا ندعي انه احنا نملك كافة المعلومات صحيح. احنا نملك معلومات وليس كافة المعلومات، وبالتالي هو بيجي دور التعاون الايجابي بيننا وبين الاعلام، بيننا وبين المواطنين. لما يعطيك معلومة صحيحة وفي الوقت المناسب بنقدر نتصرف ونمنع وصول هذه المنتجات الى المستهلك في فلسطين. نعم، مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاتصال المهندس ابراهيم القاضي، شكرا لك على هذه